أعزائي المتتبعين، أهلا بكم معي مجددا في وصفة جديدة درتها اليوم بالفواكه وفواكه موسمية. وصفة خفيفة تليق بالموسم، رائعة. سالاد دفوي كي تري فاسيل أفير، فبكو تشوز. نحاول أنا نعطيك فكرة نجمي تعدلي انت عندك في البيت، غير مجبره انك تتبعي عندي كل الخطوات اللي درتهم، لكن نحب دي شوز اللي نبغي نديرهم نبغي نشاركك انا ليدي، ومن بعد ديري انت بحسب المتوفر عندك من فواكه ومن مواد. لهذه الوصفه استعملت 100 ملل عفوا من الكريمه ليكيد، 50 ملل نسلي، ملعقه كبيره ونصف من الماسكربون. الفواكه اللي كانت عندي متواجدة هي عنب اللي كنت غسلتهم مسبقا ونقيتهم وقطعتهم، كيوي أصفر، عندي أناناس، كان عندي برتقال. البرتقال حطيته مع لوزاست نتاعه باش نحافظ فغيمو على النكهة نتاعه. عندي دي سبيكيلوس، دي بيسكويت تاع سبيكيلوس، فرومبواز، والقليل من الفستق اللي درته للديكور. أول خطوة أني خديت 100 ملل من الكريمة السائلة، نضربها هي الأول وحدها، للإشارة فقط. بزاف ناس اللي قالوا لي ما عندناش متواجدين ني لا ماسكربون ني لا كريم ليكيد، بصراحة أنا سألت كل هاد المواد متواجدة عندكم، يعني مستحيل ندير وصفة وأنا عارفة بلي المادة الأولية غير متواجدة، إذا رجاء عفوني من هاد الملاحظة. ضفت على 100 ملل 50 ملل تاع النسلي وغسلت، ضفت عليها ملعقة كبيرة ونصف نتاع الماسكربون. إذا ما كانش عندك في الإمكانيات ديري هاد المواد اللي درتهم، تنجمي تعوضيهم مثلا بالياغورت، تنجمي ديري ياغورت، تنجمي ديري كريم ديسير، تنجمي ديري دلا كريم فريش، تنجمي ديري كريم فريش ضيفي لها القليل من سكر غلاسي، تنجمي يعني افكار. انا نعطيك لا غوسيت نتاعي، انت تنجمي الى عجبتك في الرؤيه عدلي منها وديري نفس الشيء. من بعد حطي كل شيء بعد ما مزجت اذا النسلي مع الكريمه ومع لا ماسكربون، حطيها في الثلاجه. الفواكه نتاعي راني حافظ عليها في الثلاجه. خديت هذاك لو سبيكيلوس هرمشته غير بيدي، على خاطرش من المستحسن ان لي مورسو يكونوا شويه كبار كما يوضح الفيديو. اذا خذي كاس، حطي طبقه نتاع لي بيسكوي اللي كنا اللي حبيتي تستعمليهم. انا استعملت دي سبيكيلوس، حطيت طبقه من هذيك الكريمه، ضفت عليها طبقه نتاع برتقال. حاولت نتحصل يعني الهدف نتاعي هو اني نتحصل على 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 مزيج نتاع الالوان يعني متناسقه، حاولت ننسق بين الالوان. ضفت لهذاك البرتقال الكيوي. انا للاسف شريته حتى وصلت للدار لقيتها باللي من الكيوي الاصفر، هذه نوعيه ستين فاريتي تاع كيوي، وانا كنت نفضل ان الكيوي يكون من الاخضر، بصح معليش يعني استعملتها من الكيوي الاصفر. لكن اذا بغيتي تتبعي الوصفه نتاعي من المستحسن شري الكيوي الاخضر، يعطيك لمسه رائعه في هذا لافيرين. حطيت القليل جدا من هذيك لاكريم، حاولي ما تحطيش طبقات كبار باش ما يعني لافيرين تاعك تبقى كلير، الرؤيه تكون نت. اذا يعني كوني في الكميات غير بالتي هي احسن. من بعد حطيت طبقه نتاع الاناناس، حاولت نحطها اون رونديل باش نعاودو نرجعو للشيء اللي نبهتك ليه، بغيت نحصل على رؤيه يعني نتيجه تكون شويه نت في الفيزوال. ومن بعد درت لمسه نتاع الفرومبواز مع القليل من العنب، استعملت العنب يعني من المستحسن اذا لقيتي الصغير فيهم، اذا ما لقيتيهش معليش تنجمي هالطبقة تعوضيها بعنب أحمر مثلا. أنا راني نعطي يعني مجرد أفكار، من بعد شوفي انتي واش عندك في المتناول في السوق. مثلا أنا حطيت الفرومبواز مع دي غيزان نوار، انتي تنجمي تحطي مثلا جوست دي غيزان غوج، ولا مثلا الكيوي تاني بغيتي تستغني عليه هذيك اللمسة الخضراء استعملي عنب أخضر. تنجمي تستعملي مثلا دو ميلون، تنجمي تستعملي دلا باستيك، أيا كان
فوالا. وثاني حاجه انتبهي سيدتي، هاد الوصفه ما ينفعش ديريها وتحطيها في الفريجيدان ومن بعد تقدميها. مين يكونوا عندك ضيوف ولا بغيتي ديريها للاسره الكريمه ضروري ديريها وتقدميها مباشره، ما ينفعش يعني غير يعني مستحيل ما تنجميش تحفظ يعني الفاساتيني الفاسابلاتير اي سافا دوني فريمون نو سي با سي با جولي افوار ني ا مانجي. دونك بمجرد ما توجديها قدميها توت فريش تبقى لك عاد هكا زعما. انا كانت عندي لا شونتيي ضفت لمسه نتاع لا شونتيي، هاد الخطوه تنجمي تعوضيها. مثلا اذا درتي دي روج الفوق درتي احمر فو سوبودري جوست ان تي بو دو سكر غلاس ثاني يعطي منظر زوين. تنجمي ديري مع لو سكر غلاس بعد ما درتي ان تي بو دو سكر غلاس جوست كلكو فوي دو مونت القليل من الاوراق نتاع النعناع يعطوا ثاني رؤيه منظر راقي. اذا انا كان عندي لا شونتيي حطيت لا شونتيي، وبما انني للاسف ما درتش ما كانش عندي لمسه خضراء في لافيرين تاعي حاجه اللي تاسفت ليها بزاف، مي بون سي با غراف جي ريكوبيري لو كو درت لمسات نتاع البيستاش بما انه اخضر عطيت كمان في الفيزوال ان بوتيت توش فيرت لافيرين تاعي. فوالا اتمنى سيدتي اعزائي اتمنى اني وصلت الفكره اللي حبيت نوصلها يعني شامله، ان الهدف نتاعي نتاع القناه ماشي انها وصفه بيداغوجيك تطبق كما هي، سي جوست دي زيدي افكار نبغي نمدهم فيزوال من بعد انتي تنجمي تعوضي باللي عندك في المتناول حسب الامكانيات حسب المتوفر و فوالا يعني هذا هو الهدف نتاعي. النتيجه كما تشاهدون اتمنى ان الوصفه رقت لكم، واتمنى لقياكم اعزائي في وصفه اخرى ان شاء الله.